اهلا بيكم في حلقه جديده من كبريت. وانا صغير كده في اعدادي قررت ان انا اركب اتوبيس لوحدي وعملت ابو الرجاله وخدت الاتوبيس ورحت بمشوار، وانا راجع كنت نازل ميدان التحرير، وبعدين عملت زي العيال بقى عايز انط من الاتوبيس، فوقفت كده في اخر الكلام مسكت الترابزين كده، وبعدين اول ما الاتوبيس هدى سنه رحت ناطت من الاتوبيس، بس الاتوبيس كان ماشي من اليمين للشمال، انا نطيت من ورا لقدام، يعني ماليش علاقه خالص باتجاه مشي الاتوبيس. طبعا مش عايز احكي لكم على كعاني حصل لها ايه، وانا مشيت مسحت كده الاسفلت بسرعه رهيبة جدا جدا، تعويرات كتيره جدا الحمد لله ما جاتش في وشي، بس انا اتكحولت يا جماعه والقميص اتقطع. في اليوم ده عرفت حاجه مهمه جدا، انت لما تيجي تمشي بسرعه معينه وتيجي تنط من حاجه لازم تمشي بنفس السرعه شويه وتجري جنبها لغايه ما تبتدي تبطئ الدنيا. وبعدين هنا طرح سؤال مهم جدا في بالي، احنا بنمشي بسرعه كام تقريبا في الارض؟ يعني الارض بتلف بسرعه عامله ازاي؟ 1100 ميل في الساعه، تخيلوا السرعه عامله ازاي. بنتكلم مثلا في 30 كيلومتر مثلا في الدقيقة في الثانية حاجة كده، لو قعدنا نحسبها هنتخض، احنا مش واخدين بالنا، ما احنا ثابتين تماما ما بنتهزش، ما فيش اي حاجة بتحصل. وعشان تعرفوا التجربة دي بتتم ازاي، انت لو ماشي في قطر، والقطر ده من القطارات الياباني بقى الجامدة الحديثة كده، القطر ده انت ممكن بعد شوية تحس انه واقف. امتى بتحس ان القطر بدأ يتحرك؟ لو القطر فجأة بطأ سنة او ادى فرمانة فتفهم ان انت كنت بتتحرك. وكذلك الأرض، الأرض دي طول ما هي ماشية بالسرعة الثابتة دي من زمان جدا من مليارات السنين، فدايما احنا حاسين احنا ثابتين وبنقدر نبني عماير وننام ونصحى وحاسين ان احنا بننزل في نفس مكاننا، ولكننا بنتحرك بسرعة مش طبيعية. ده بخلاف ان في ناس فوق فاكرة ان فوق والناس التانية مدلدلة دماغها تحت، وكلنا على فكرة دماغنا على بره، يعني مفيش فوق وتحت لانها كورة جوه الفضاء. طب لو الكرة الأرضية وقفت مرة واحدة فجأة عن الدوران، تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا في حاجة اسمها القصور الذاتي، قوة الدوران اللازمة لتدوير الكتلة دي، لو فجأة وقفت الأزمة هتبقى كبيرة جدا. الركاب بتوع السيارة اللي هو احنا اللي عادين على الأرض هنفضل نتحرك، بمعنى صح كل شيء على وجه الأرض هيطير بنفس السرعة بتاعته، يعني العماير يعني العربيات يعني احنا نفسنا هنتضرب في كل الحيطان اللي جنبنا بسرعة بتاعت 1100 ميل في الساعة. انتوا متخيلين كل ما هو خفيف على الارض، خفيف ده اللي هو من اول عربية فما فوق، يعني هيطير بشكل فيه كده كأنه زخم نيزاكي كبير جدا جدا بيلف الارض مرة واحدة، يعني الكرة وقفت ولكن ما حول الكرة عمال يلف بنفس القوة. طب تخيلوا ممكن القمر يحصل له ايه كمان، لان القمر مرتبط بينا جدا، برضو القمر يحصل له خلل كبير جدا جدا، وهنشوف كميه انفصالات رهيبه بتخرج من الارض. ممكن تلاقوا الاقمار الصناعيه دي كلها طارت وبقى فيها زي نيازك بتضرب فيها سحب من الجاذبيه للكوكب، هتبتدي تشيل شظايا رهيبه، الكوكب سيتحول الى كتله من الجنون. البقايا دي هتفضل تلف تلف وتخرج بره الاطار الفضائي بتاعنا بتاع الكره الارضيه، وتبتدي تتجه ان كل اتجاه حوالينا القطع دي ممكن تبقى محيط من الصخور شبه الكواكب اللي حواليها صخور بتلف. انتوا متخيلين منظر عامل ازاي؟ الشظايا دي كلها تفضل تتمص كده من البحر المنصهر، دي كلها ممكن تكون كمان معادن جديده، يعني تبتدي تندمج وتطلع لنا معادن احنا ما نعرفهاش. ميه البحر هتتبخر اعصار رهيب من ميه البحر، تخيلوا ميه البحر بتمثل 70% تقريبا من وزن الكره الارضيه او حجم الكره الارضيه، هتتبخر تماما، لان طبعا في الاخر تخيلوا كده واحد ماشي كوبايه ميه مثلا او طشت كبير في ميه وفجاه راح واقف مره واحده فرمل، متخيلين الميه بتعمل ايه في البني ادم ده؟ امسك كده واحد صاحبك كده في الميه وروح اعمل موجه، انت رحت في حته تانية خالص، الازمه هتبقى كبيره جدا، محدش هيقدر يتحمل ابدا قدره الكره الارضيه على انها تقف مره واحده. احنا هيحصل لنا تسارع رهيب، وهتبقى شبه احمد مراد لما وقع في اعداديه من الاتوبيس بالظبط، بس على سكيل اضرب في 180 مليون. نتقابل بكره في كبريت.